إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية إني أحبكم جميعا في الله، فطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم في الجنة أعلى المنازل وأعلى الدرجات. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا تقوته سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن يحسن لنا خاتمتنا، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا لك من المقربين السابقين. اللهم أمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، وموضوع خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أبدا. وإن كنا تكلمنا في هذه المسائل كثيرا من قبل، إلا أننا لا نمل من تكرار مثل هذه الأمور، لأنها أصل الأصول وأصل العقيدة والتوحيد، وهو التصديق في الله والتصديق والإيمان بكتاب الله وبوعد الله وبوعيد الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحبابي في الله، حقيقة الفتن شديدة، فتن عواصف، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا منذ 14 قرن. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فتنة وراء فتنة، فتنة وراء فتنة، فتن شهوات وفتن شبهات، والأمر حقيقة صعب وأصبح شديد على النفوس المؤمنة الصالحة. فما السبيل؟ كيف النجاة؟ كيف النجاة يا رسول الله؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إن كنا نريد بصدق اهدنا الصراط المستقيم، وإن كنا نريد بصدق الوصول لجنة الرحمن الرحيم، وإن كنا صادقين في التصديق بوعد الله ووعيد الله، إن كنا صادقين في كل هذه الأمور، أعلم حبيبي في الله أن النجاة في الكتاب والسنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كثيرا ما نسمع من الشباب هذه الأيام شبهات كثيرة حول العقيدة والتوحيد، كثيرا ما نسمع هذا الأمر. وأصبح الكثير من الآباء يهتم ليل نهار بالسعي وطلب الرزق الحلال، وهذا أمر محمود ويحمد عليه، ولكن الأصل أن تتابع ابنك حبيبي في الله كيف هو يصلي، كيف هو يقوم بأداء العبادات، كيف له حال مع الله سبحانه وتعالى أم لا، كيف له نصيب من قراءة القرآن أم لا، هل له نصيب من قراءة السنة أم لا، هل هو متعلق بالدين، هل هو متعلق بالإسلام، أم أن عنده شبهات. كثير ما نسمع هذه الأمور أحبابي في الله، ولا نقول أن هناك يأس أو إحباط أبدا، مهما ازدادت الشبهات، مهما ازدادت الشهوات، مهما ازدادت الفتن، إلا أن المؤمن مؤمن بالله،
لا ييأس أبدا من رحمة الله، لا ييأس أبدا، طالما أن له رزق في هذه الحياة فهو قلبه معلق بالله، لا يخاف أبدا من ارتفاع أسعار، ولا يخاف أبدا من أي أمر من أمراض الدنيا وأخضار الله سبحانه وتعالى، لأنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. نحاول دفع الظلم، ونحاول دفع المظالم، ونحاول رد المظالم، ولكن حبيبي في الله علق قلبك بالله، واعلم أن رزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نجد كثير الآن من يدعي أنه قرآني، ونجد أن هذه الأمور وهذه الموجة الإلحادية الكفرية يعني أصبحت سريعة الانتشار بين شباب المسلمين، وهذا الأمر سببه الأساسي البعد الشديد عن قال الله قال رسول الله، عن تعلق القلوب بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فنجد أن هناك شك، هل فعلا هذا الكتاب فيه كل الكمال، أم أنه فعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ هل الشباب حقيقة يؤمن بكل آية وحرف في كتاب الله؟ لو أنه كان يؤمن بذلك لما قال عن نفسه قرآني، فيقول أنا قرآني لا أتبع السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أخذ بالقرآن، إن كان العبادة والطاعة مذكورة في القرآن فأنا أعمل بها، وإن كانت مذكورة في السنة فالسنة من كلام البشر وأنا بشر مثله، مثل البخاري، مثل مسلم، مثل أبي داود، مثل كل هؤلاء، ويمكن أفضل بعقلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والأمة أجمعت واجتمعت على أن أصح كتابين بعد كتاب الله كتاب البخاري ومسلم. فإن كان يقول أنا قرآني، فالقرآن حبيبي في الله يقول لك اتق الله، ويقول لك احمد الله على أنك ما زلت في الإيمان، لأنك إذا استمرت على هذه العقائد الباطلة قد تكفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يجد من أخاه أو من ابنه أو من أقاربه من يقول هذا الكلام فليصارع بأن يأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. هو يدعي ويقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا أتبع السنة، وإن كان هو قرآني يتبع القرآن بصدق. قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو أنك صادق في أنك محب لله تعمل إيه؟ اتبع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن كنت قرآني وتتبع القرآن، قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن كنت حبيبي في الله تريد أن تأخذ بكلام الله فهذا كلام الله. فنجد من يقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام بشر، هو ليس بملك صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن هذا كلام حق يرد به باطل. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس ملك، ولكن هذا نبي، هذا نبي الله، هذا خاتم الأنبياء والرسل. أنت حينما تدخل الإسلام تشهد بأن لا إله إلا الله، وتشهد بأن محمد رسول الله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام سائر البشر. قال تعالى في سورة النجم في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا حبيبي يا رسول الله، من يقول أنه قرآني وليس بسني، من يقول أنه يأخذ بالقرآن ويترك السنة، قل لي حبيبي في الله ببساطة شديدة، أين أجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان، والظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة؟ هات لي هذه الآية التي تفصل كيف نصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف نصلي؟ هات لي الآية التي توضح مكروهات الصيام ومبطلات الصيام وسنن الصيام، هات لي الآية التي توضح الحج بكل تفاصيله، بالسعي وبالرمي وكيفية الذبح وكيفية هذا قبل هذا، وكيف نفعل النسك
والوقوف بعرفة، ومتى ننزل من عرفة إلى المزدلفة، وهل نبات في المزدلفة أم نذهب إلى العقبة الكبرى، وهل نرمي الجمرة الأولى في اليوم الأول والثانية والثالثة أم الأولى فقط في اليوم الأول. هات لي هذه الأمور من القرآن. ولكن حبيبي في الله اعلم أن القرآن والسنة يتكاملان، القرآن والسنة وحي من عند الرحمن، القرآن والسنة يتكاملان. فجاءت السنة أحيانا مفصلة لما أجمله الله سبحانه وتعالى في القرآن، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف يا ربنا نقيم الصلاة؟ اذهب إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعد إلى السنة لتعلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لنعلم ما هي مبطلات الصلاة وما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة وما الفرق بين الركن والواجب، ومتى أسجد سجود للسهو قبل التسليم، ومتى أسجد سجود للسهو بعد التسليم. السنة جاءت مفصلة أحياناً لما أجمل في القرآن، وأحياناً جاءت بتشريع جديد. فكيف لنا أن نعلم الدين إلا باتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أؤكد أحبابي في الله على هذا الأمر وخطورة هذا الأمر. وكثيرا ما قلت وذكرت منذ سنوات على هذا المنبر، ذكرت هذا الأمر، أن هناك قضايا كبيرة تواجه الأمة الإسلامية: إلحاد، تكفير، شيعة، بدعة. هذه الأمور الأربعة الكبرى وغيرها كثير، ولكن هذه القضايا حقيقة يحتاج الشباب المسلم الغيور على دينه، المحب لدينه، المحب لله بصدق، المحب لنبي الله بصدق، أن يتعلم هذه الأمور ويعلمها لما منها حوله: إلحاد، تكفير، شيعة، بدعة. لن نستطيع أن نرد مثل هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه الشبهات التي يروج لها ليل نهار على مسمع ومرأة ونحن في بلاد الإسلام وفي ديار أهل السنة في بلدنا حبيبة مصر، نسمع من يقول بهذا الكلام ونسمع من يصرح بهذا الكلام، ونجد أن الملايين تشاهد هذا الكلام ويروج له بشكل عجيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أحبابي في الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجس. امسكوا في الكتاب والسنة بإيديكم وأسنانكم، لأنها فتن، فتن شديدة. وإن تفلتنا من الحبل الممدود من السماء ضعنا وانتكسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن أحبابي في الله في هذه الأوقات المباركة في آخر أيام رجب، في آخر أيام أو آخر أيام رجب، وهي من الأشهر الحرم التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الظلم محرم بين العباد، وكما أن الذنوب تتضاعف كذلك الأجر والثواب يتضاعف. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أحبابي في الله، ما زال في رجب بقية، فلنتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى لأنها من الأشهر الحرم. وباقي من الزمن أحبابي في الله تقريبا 32 يوم على رمضان، على شهر القرآن، على شهر العتق من النيران، على شهر الرحمة، على شهر المغفرة. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه. ولكن أحبابي في الله، أريد أن قبل أن أنتهي من الخطبة الأولى بإذن الله أذكر نفسي وإياكم بأننا نريد بصدق تعلم الغاية الكبرى من صيام رمضان، فإياك أن تتفاجأ في يوم وليلة أن غدا رمضان، ويضيع منك الاستعداد لرمضان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبابي في الله، ذكرنا أن موضوع الخطبة اليوم يدور حول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا بد أن نكون على يقين أحبابي في الله في كتاب الله وفي كل آية في كتاب الله، وفي وعد الله للمؤمنين بالجنة، وفي وعيد الله للكافرين بالخلود الأبدي في النار. هذه عقيدة، هذا توحيد. من مات على الكفر كان مخلدا في النار، هذه عقيدة لا محالة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك لمن مات على ذنب أو معصية، قد يغفره الله سبحانه وتعالى وهو في المشيئة في الآخرة، له يغفر له الذنب إن مات على الإيمان، إن مات وهو موحد بالله وهو يؤمن بأن الله وأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قد يغفر له الله سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي، وإن دخل النار تكون نار تطهير حتى يطهر من الذنب والمعصية، ثم يكون مآله في الآخرة خلود أبدي في الجنة. هذه عقيدة، هذا توحيد. لا تقول أبدا أن أصحاب الكتاب حتى ولو لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم في الجنة. اتقي الله حبيبي في الله، هذه عقيدة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلابد أن يكون المؤمن على يقين بكل آية وبكل حرف في كتاب الله. حبيبي في الله، إن كان عندك شك في أول كلام الله سبحانه وتعالى لنا في أول القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قف حبيبي في الله عند هذه الآية، قف عند هذه الآية. لن أفرح أبدا بختمات تلو ختمات والعقيدة مهلهلة والعقيدة باطلة، وأقول أنا ختمت القرآن 4 مرات 5 مرات 10 مرات وأنا أتشكك. هل الله سبحانه وتعالى حقيقة عدل؟ هل الله سبحانه وتعالى حكم حكيم؟ هل الله سبحانه وتعالى وحاشا لا أن يكون، هل الله سبحانه وتعالى يظلم العباد فجعل هذا مسلم ومؤمن وخلق هذا كافر؟ هل الله سبحانه وتعالى عدل أم أن في هذا الأمر شك؟ هل الله سبحانه وتعالى حكم حكيم أم أن في هذا الأمر شك؟ هل هناك جنة ونار حقيقة أم أن هناك شك؟ فيقرأ القرآن ويقرأ القرآن ولا يتعلم الإيمان. ولذلك انظر أحبيبي في الله إلى فهم الصحابة لتعلم الدين، كانوا يقولون: كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمان. انظر إلى هذا الفهم الصحيح، هذا لا يقلل أبدا من قراءة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، فيه ثواب كبير حقيقة. ولكن لا تغفل حبيبي في الله عن تعلم العقيدة والتوحيد، هذا ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب الصحابة العقيدة والتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله 13 سنة في دار ابن الأرقم، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني في قلوب الصحابة. فأين نحن من هذا الفهم؟ أين نحن من تعلم القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها؟ حبيبي في الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأضرب لكم قصة سريعة حتى نقرر هذا المعنى. كان رجل فقير جدا، مريض جدا، عنده من الفقر الشديد، وعنده وعند زوجته وأولاده أمراض كثيرة، وكان يشعر بالإحباط واليأس. ثم جاءه هاتف في يوم ما وأخبروه أن له عم، هذا العم في بلد أجنبية وله من المليارات الكثيرة الكثيرة، وهو الوريث الوحيد له. انظر إلى فرحة هذا الفقير، انظر إلى هذه الفرحة العارمة التي لا يعتريها شك. شخص يكلمه ذو ثقة يقول له: أنك الوريث الوحيد، ولكن بشرط، هذا المال كله سترثه بعد عام. هو فقير، هو مريض، هو يشعر بالإحباط واليأس والملل من الحياة، ولماذا أعيش في تلك الدار التي كلها ابتلاءات؟ ولكن حينما جاءه خبر مجرد خبر أن عمه مات وهو الوريث الوحيد وسيرث كل هذه التركة، ولكن سيسيلوها ويبيعون الأصول ويأتون له بالمال بعد عام، السؤال: هل هذا الرجل الذي هو حاله الآن يستشعر ماذا لا يستشعر بالفقر؟ هل يستشعر الفقر؟ هو لم يأخذ يعني جنيه واحد، تخيلين المشهد،
فقير مريض لا يملك من متاع الدنيا أي شيء، وسمع أنه سيكون من أغنى الأغنياء بعد عام، مجرد خبر، هل يستشعر، هل ما زال يستشعر بالفقر وبالمرض؟ هل ما زال يستشعر باليأس والإحباط والملل من الحياة ويريد الانتحار والتخلص من الحياة لأنه لا يقوى على ابتلاءات الدنيا؟ أم أنه يعيش أحلى حياة ويستشعر أنه من أغنى غنياء؟ والأمر بسيط، كلها عام وسيأخذ كل هذه الأموال. هذا حال المؤمن وأكثر مع الله سبحانه وتعالى. هو يستشعر مهما كانت الظروف صعبة، ومهما كانت الابتلاءات صعبة، ومهما كانت الأمراض شديدة، ومهما كانت الابتلاءات كثيرة، ومهما كان له مات له ولد أو مات له والد أو عنده من ابتلاءات الدنيا الكثير والكثير، إلا أنه يؤمن بكلام الله وبوعد الله بالجنة، وأنه سيرى الله سبحانه وتعالى في الجنة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رؤيته في الجنة. فالأمر شديد أحبابي في الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه. من كان يؤمن بالقرآن بصدق، من كان يؤمن بالقرآن وبكلام الله وبوعد الله وبوعيد الله، سيرتاح في هذه الحياة، وسيعلم في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أن الله سبحانه وتعالى عدل، حكم، حكيم، رحمن، رحيم. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا، اللهم تجاوز عن خطايانا رحمن رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وتوفنا ونحن مسلمين. اللهم احسن لنا خاتمتنا، اللهم احسن لنا خاتمتنا، اللهم احسن لنا خاتمتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، في ليبيا وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي افغانستان وفي باكستان وفي بورما وفي كل مكان يحارب فيه الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر مصر وعز الاسلام فيها، واجعل رايه الاسلام خفاقه فوق رؤوس أجمعين. اللهم انصر مصر وعز الإسلام فيها، واجعل راية الإسلام خفاقة فوق رؤوس الأجمعين. اللهم انصر مصر وعز الإسلام فيها، واجعل راية الإسلام خفاقة فوق رؤوس الأجمعين. اللهم فك أسر المسجد الأقصى على أيدينا نحن المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر ما أقول إن شاء الله بإذن الله بعد الانتهاء من الصلاة في توزيع كتاب يعني صغير عن التقوى والمتقين استعدادا لرمضان بإذن الله كهدية من باب تهادوا وتحابوا وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي
هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية إني أحبكم جميعا في الله، فطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم في الجنة أعلى المنازل وأعلى الدرجات، وأسأل الله تعالى يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا تقوته سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن يحسن لنا خاتمتنا، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا لك من المقربين السابقين. اللهم أمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، وموضوع خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أبدا. وإن كنا تكلمنا في هذه المسائل كثيرا من قبل، إلا أننا لا نمل من تكرار مثل هذه الأمور، لأنها أصل الأصول وأصل العقيدة والتوحيد، وهو التصديق في الله، والتصديق والإيمان بكتاب الله وبوعد الله وبوعيد الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحبابي في الله، حقيقة الفتن شديدة، فتن عواصف، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا منذ 14 قرن. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فتنة وراء فتنة، فتنة وراء فتنة، فتن شهوات وفتن شبهات، والأمر حقيقة صعب، وأصبح شديد على النفوس المؤمنة الصالحة. فما السبيل؟ كيف النجاة؟ كيف النجاة يا رسول الله؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إن كنا نريد بصدق اهدنا الصراط المستقيم، وإن كنا نريد بصدق الوصول لجنة الرحمن الرحيم، وإن كنا صادقين في التصديق بوعد الله ووعيد الله، إن كنا صادقين في كل هذه الأمور، أعلم حبيبي في الله أن النجاة في الكتاب والسنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كثيرا ما نسمع من الشباب هذه الأيام شبهات كثيرة حول العقيدة والتوحيد، كثيرا ما نسمع هذا الأمر، وأصبح الكثير من الآباء يهتم ليل نهار بالسعي وطلب الرزق الحلال، وهذا أمر محمود ويحمد عليه، ولكن الأصل أن تتابع ابنك حبيبي في الله كيف هو يصلي، كيف هو يقوم بأداء العبادات، كيف له حال مع الله سبحانه وتعالى أم لا، كيف له نصيب من قراءة القرآن أم لا، هل له نصيب من قراءة السنة أم لا، هل هو متعلق بالدين، هل هو متعلق بالإسلام، أم أن عنده شبهات. كثير ما نسمع هذه الأمور أحبابي في الله، ولا نقول أن هناك يأس أو إحباط أبدا، مهما ازدادت الشبهات، مهما ازدادت الشهوات، مهما ازدادت الفتن، إلا أن المؤمن مؤمن بالله لا ييأس أبدا من روحة الله، لا ييأس أبدا، طالما أن له رزق في هذه الحياة فهو قلبه معلق بالله، لا يخاف أبدا من ارتفاع أسعار، ولا يخاف أبدا من أي أمر من أمراض الدنيا وأخضار الله سبحانه وتعالى، لأنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. نحاول دفع الظلم، ونحاول دفع المظالم، ونحاول رد المظالم، ولكن حبيبي في الله علق قلبك بالله، واعلم أن رزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نجد كثير الآن من يدعي أنه قرآني، ونجد أن هذه الأمور وهذه الموجة الإلحادية الكفرية يعني أصبحت سريعة الانتشار بين شباب المسلمين، وهذا الأمر سببه الأساسي البعد الشديد عن قال الله قال رسول الله، عن تعلق القلوب بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فنجد أن هناك شك، هل فعلا هذا الكتاب فيه كل الكمال، أم أنه فعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه؟
هل الشباب حقيقة يؤمن بكل آية وحرف في كتاب الله؟ لو أنه كان يؤمن بذلك لما قال عن نفسه قرآني، فيقول أنا قرآني لا أتبع السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أخذ بالقرآن، إن كان العبادة والطاعة مذكورة في القرآن فأنا أعمل بها، وإن كانت مذكورة في السنة فالسنة من كلام البشر وأنا بشر مثله، مثل البخاري، مثل مسلم، مثل أبي داود، مثل كل هؤلاء، ويمكن أفضل بعقلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والأمة أجمعت واجتمعت على أن أصح كتابين بعد كتاب الله كتاب البخاري ومسلم. فإن كان يقول أنا قرآني، فالقرآن حبيبي في الله يقول لك اتق الله، ويقول لك احمد الله على أنك ما زلت في الإيمان، لأنك إذا استمرت على هذه العقائد الباطلة قد تكفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يجد من أخاه أو من ابنه أو من أقاربه من يقول هذا الكلام فليصارع بأن يأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. هو يدعي ويقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى ولكن لا أتبع السنة، وإن كان هو قرآني يتبع القرآن بصدق. قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو أنك صادق في أنك محب لله تعمل إيه؟ اتبع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن كنت قرآني وتتبع القرآن، قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن كنت حبيبي في الله تريد أن تأخذ بكلام الله فهذا كلام الله. فنجد من يقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام بشر، هو ليس بملك صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هذا كلام حق يرد به باطل. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس ملك، ولكن هذا نبي، هذا نبي الله، هذا خاتم الأنبياء والرسل. أنت حينما تدخل الإسلام تشهد بأن لا إله إلا الله وتشهد بأن محمد رسول الله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام سائر البشر. قال تعالى في سورة النجم في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا حبيبي يا رسول الله، من يقول أنه قرآني وليس بسني، من يقول أنه يأخذ بالقرآن ويترك السنة، قل لي حبيبي في الله ببساطة شديدة، أين أجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ هات لي هذه الآية التي تفصل كيف نصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف نصلي؟ هات لي الآية التي توضح مكروهات الصيام ومبطلات الصيام وسنن الصيام. هات لي الآية التي توضح الحج بكل تفاصيله، بالسعي وبالرمي وكيفية الذبح وكيفية هذا قبل هذا، وكيف نفعل النسك والوقوف بعرفة، ومتى ننزل من عرفة إلى المزدلفة، وهل نبات في المزدلفة أم نذهب إلى العقبة الكبرى، وهل نرمي الجمرة الأولى في اليوم الأول والثانية والثالثة أم الأولى فقط في اليوم الأول؟ هات لي هذه الأمور من القرآن. ولكن حبيبي في الله اعلم أن القرآن والسنة يتكاملان، القرآن والسنة وحي من عند الرحمن، القرآن والسنة يتكاملان. فجاءت السنة أحيانا مفصلة لما أجمله الله سبحانه وتعالى في القرآن: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف يا ربنا نقيم الصلاة؟ اذهب إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعد إلى السنة لتعلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لنعلم ما هي مبطلات الصلاة وما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة وما الفرق بين الركن والواجب، ومتى أسجد سجود للسهو قبل التسليم، ومتى أسجد سجود للسهو بعد التسليم. السنة جاءت مفصلة أحياناً لما أجمل في القرآن، وأحياناً جاءت بتشريع جديد. فكيف لنا أن نعلم الدين إلا باتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أؤكد أحبابي في الله على هذا الأمر وخطورة هذا الأمر، وكثيراً ما قلت وذكرت منذ سنوات على هذا المنبر،
ذكرت هذا الأمر أن هناك قضايا كبيرة تواجه الأمة الإسلامية: إلحاد، تكفير، شيعة، بدعة. هذه الأمور الأربعة الكبرى وغيرها كثير، ولكن هذه القضايا حقيقة يحتاج الشباب المسلم الغيور على دينه، المحب لدينه، المحب لله بصدق، المحب لنبي الله بصدق، أن يتعلم هذه الأمور ويعلمها لما منها حوله: إلحاد، تكفير، شيعة، بدعة. لن نستطيع أن نرد مثل هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه الشبهات التي يروج لها ليل نهار على مسمع ومرأة ونحن في بلاد الإسلام وفي ديار أهل السنة في بلدنا حبيبة مصر. نسمع من يقول بهذا الكلام، ونسمع من يصرح بهذا الكلام، ونجد أن الملايين تشاهد هذا الكلام ويروج له بشكل عجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أحبابي في الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجس. امسكوا في الكتاب والسنة بإيديكم وأسنانكم، لأنها فتن، فتن شديدة. وإن تفلتنا من الحبل الممدود من السماء ضعنا وانتكسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن أحبابي في الله في هذه الأوقات المباركة في آخر أيام رجب، في آخر أيام أو آخر أيام رجب، وهي من الأشهر الحرم التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الظلم محرم بين العباد. وكما أن الذنوب تتضاعف كذلك الأجر والثواب يتضاعف. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أحبابي في الله، ما زال في رجب بقية، فلنتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى، لأنها من الأشهر الحرم وباقي من الزمن أحبابي في الله تقريبا 32 يوم على رمضان، على شهر القرآن، على شهر العتق من النيران، على شهر الرحمة، على شهر المغفرة. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه. ولكن أحبابي في الله، أريد أن قبل أن أنتهي من الخطبة الأولى بإذن الله أذكر نفسي وإياكم بأننا نريد بصدق تعلم الغاية الكبرى من صيام رمضان. فإياك أن تتفاجأ في يوم وليلة أن غدا رمضان، ويضيع منك الاستعداد لرمضان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.